مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم معنا. حنا الان كنتواجدوا بالحزام الكبير بالحي المحمدي، مدرسه خصوصيه، مدرسه خاصه، مدرسه للتلاميذ. هادو الاول الاباء واولياء التلاميذ اللي كيقراو في هذه المؤسسه التعليميه الخصوصيه. هاد الناس كيتشكاو من هذه المؤسسه، قال لك على حسب ما قالوا هما بان الجوده ديال التعليم عن بعد ماشي معقوله، ما هي بجوده عاليه، ما الدراري كيستافدوا ما حتى شي حاجه. والمؤسسه طالبتهم باش يخلصوا هاد الشهر، شهر 4، بحجه المؤسسه خاصها تخلص الاساسيد اللي كيقريو. هاد الناس كيتشكاو، قال لك احنا ما يمكنش نخلصوا دابا، احنا الان عاطلين على العمل، يلا كنتكافاو مع المصروف ديال الدار. كيتشكاو من لاسيرونس اللي ما عندهمش السميه ديال التامين، المؤسسه اللي كتامن على هاد الدراري. هاد الناس كيخلصوا 1200 درهم او 1000 درهم، ما بقيتش عاقل، هما اللي غادي يقولوا لكم. ما عارفينش شكون هما، شكون هي المؤسسه التامينيه، الاسم ديالها، ما عندهم حتى شي ورقه ديال لاسيرونس. عطيناهم ورقه مكاشه للمؤسسه بان الناس خلصوا لاسيرونس، ولكن ماشي لاسيرونس، ما كاينش حتى بسميتهم. بعدا غادي نحاولوا نسولوا الناس ونشوفوا شنو المشاكل ديالهم. حاولوا تبارطاجيو بالنسبه للناس اللي عندهم نفس المعاناه، وكلشي مضرر بهذا فيروس كورونا، ولكن نحاولوا نعالجوا الامور قانوني ونعرفوا شنو واقع. السلام عليكم. شنو واقع شريف هنايا؟ دونك حنا هنا اباء، بعد الاباء ديال المدرسه. ما تقربوش الاخبار ديال المدرسه. تتواجد على صعيد الحي المحمدي، هنا تتواجدوا بالقرب ديالها. اضطرينا نخرجوا من بعد ما تم الاتصال بينا في اوديو، في تسجيل صوتي تيطالب عبر الواتساب هي المديره البيداغوجيه، المديره البيداغوجيه تطالبنا باش هما اللي اتصلوا بكم، المؤسسه اللي اتصلت بكم، اوديو صوتي تيتصلوا بنا تيطالبونا باش نجيو نخلصوا. شكون جوج البيئات، هضرت على جوج بيئات، تطالب بعد الاباء اللي ما خلصوش من شهر 9 ديال 3 يجيو في هذا الوقت الراهن في هذه الظروف هذه باش يديو المستحقات اللي عليهم. وقالت لنا الشهور ديال الحظر يعني 4 و5، قال لك تطالبوكم حتى هما تجيو تخلصوا، حيدوا منهم غير لي فري ديال الترونسبور وديال لا كونتين، والباقي ديال لي فري خصكم تجيو تخلصوهم وتأديوهم. مع العلم بأن الخدمات ديال المدرسة مسدودة من نهار الحظر، والخدمات ديال المدرسة مسدودة، ولا واحد تنجيو نتواصلوا معاه لقاو بيرمانونس في المدرسة. بدات واحد السيدة مستخدمة تجي للمدرسة من البارح، البارح واليوم، اليوم جينا باش نتواصلوا مع واحد، مع شي واحد في هذه المدرسة، ونقولوا ونتحدثوا على جوج نقاط هي اللي تتعنينا. جودة خدمات التعليم عن بعد اللي ماشي في المستوى. الجودة ديال الخدمات التعليم عن بعد شنو فيها؟ أنا نقول لك دونك الكونسيست كوا هاد الخدمات، أن الأستاذات مجهودهم الخاصة، راه الأستاذات مجهودهم الخاص، راه لابال المدرسة لحت لابال الأستاذات مشكورات، مجهودهم الخاص يكونوا هاد المسألة. اللي هو انه تيصوروا لي 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 زيكزارسيس او لي كايي، يعني اون باج كايي اي باغوا افيك دي كيلكو اوديو كيلكو انغوجيسترومون، وتيصيفطوهم للدراري. والاب اللي عنده جوج وثلاثه واربعه خصو هو يتكلف ويشرح لهم ويقوم معاهم بالواجب البيداغوجي والديداكتي. الوغ كو بعض المدارس، حنا انا اتصلت ودرت واحد الغوسونسومون ديال بليزيوغ ايكول، لي ليكول محترمه تتحترم لومبلوا دي طون ديالها، و تيلوغ اوغ كيلكو الدري او الطفله او الطفل خصو يكون قدام الاله ديال البورتابل ويقوم واحد التواصل مباشر معاه. هذه المدرسه من نهار الحجر التواصل بين الاستاذه والتلميذ انقطع، حتى التواصل بين المؤسسه والمديره البيداغوجيه والاباء انقطع. امتى تواصلوا معنا؟ تواصلوا معنا باش بغاو يخلصوا. علاش؟ خلصونا باش نخلصوا الاستاذات. انت مازال خدام؟ نعم. انت مازال خدام؟ انا جالس في الدار. انا يعني ما بقيتيش خدام؟ لا، ولكن انا فونكسيونير دي طون. انا فونكسيونير دي طون. ولكن كتسالوا الناس اللي ما بقاوش خدامين، ولكن الناس ما بقاش خدامين. لا، انا كيفاش غادي انا فونكسيونير دي طون، يعني انا من حقي اني نيغوسي مع المدرسه هذا الشهر. فونكسيونير دي طون ولا ماشي فونكسيونير دي طون، هذا موضوع اخر. من حقي نيغوسي مع المؤسسه اللي
تحصل هذيك الساومه على خدمات، الخدمات وقفوا بعد الشهر، من حقي نيغوسي مع هذا الشهر هذا، اضافه من حقي بانني نيغوسي معاهم ونعطي لي غوماك ديالي سيغ هذا لو سيرفيس ديال التعليم عن بعد. حنا هذه المدرسه وجميع الاباء هنا، دابا هذه المدرسه بغات تخلط الناس اللي ما خلصوش من تسعود، من تسعود ديال ثلاثه، بغات تخلصوا الواجبات ديالهم وكانوا اجور، خلصوا ثلاثه وخلصوا سته، خلصوا لاسيرونس، خلصوا لي بريد انسكريبسيون، تنتسالوا فينا هما لاسيرونس اللي تنخلصوا لاسيرونس. كيفاش الناس مشوا دقه دقه؟ لاسيرونس شحال كتخلصوا في لاسيرونس؟ حنا في لي بريد انسكريبسيون جو بونس نخلصوا شي 1000 بيكيت ياك. شي 1000 درهم. الدرهم ديالاش؟ لونفون بريد انسكريبسيون. بريد انسكريبسيون داكور. لا ما داخلش فيها ليكول. تنسالوا دابا حنا من حقنا باننا نطالبوا. داخل داخل فيها لاسيرونس. فوالا. داخل فيها لاسيرونس. دونك حنا من حقنا نطالبوا بلي سيرتيفيكا ديال لاسيرونس دو شاك اونفون. باش نشوفوا واش. انتم واش عندكم شي ورقه كتبين بان. ما عندكمش ورقه ديال لاسيرونس. ما عندكمش ورقه ديال لاسيرونس. ولا غوسي لو غوسي نتا تخلص عندك غوسي ولا كارت تي كاشي لا كارت، ولكن ما عندناش واحد الوثيقه تبين بان راه الولد ديالي تيل 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 راه هو راه هو مسؤول، يعني راه هو مسؤول. حنا دابا هاد المدرسه اوكي كتوصل بواحد واحد الوصل كيبين بان الدري راه لا ما توصلناش به ديال لاسيرونس ديال لاسيرونس ما توصلناش به. ما عطاوش ليه ما عندكمش. لا ما على حنا الاباء، هاد الاباء اي واجب تيجيو يادوا لهاد المدرسه، وفي هاد الظروف اللي خصنا نتكاتلوا ونتكاتفوا يعني تجرات بهم وصلت بهم ما تسمحوش حتى انهم يوقفوا علينا الدروس نهار الجمعه اللي فات. وقفوا الدروس. وقفوا الدروس. المعلمات اللي كتوصلوا بها في الواتساب. في الجروب ديال الوزاد المعلمات تتصيب فوتي تقول لي حنا غادي نضطروا نوقفوا، الله يحسن العوان، حنا راه تنشارجيو من جيبنا فعلا الله يحسن العون. استاذات وراه راه مول شي هما اللي مطوعين مولشي تيقولوا لنا مولشي هاك مولشي راه ما خلصناش شهر ثلاثه شهر اربعه وراه حنا تنتواصلوا معاه باش يخلصنا، تيقول لك راه ما عنديش قولوا للاباء يجيو يخلصوكم، ولكن راه في المنطق راه ما يمكنش نخلص انا هذه المؤسسه على خمسه تاديهاش. واش جميع اركان ديال الدوله مقيوسه من هذه الازمه وهذه الجائحه والشعب والمجتمع حتى هو مقيوس، وهذه المدرسه فوالا وهذه المدرسه هذا وقت ديال التضامن ماشي وقت التضامن، وهذه المدرسه بغات تبقى ما تقاش ما تعانيش ما تهزش شويه الدقه ما غاداش تعاني. زائد المشكل اللي طحنا فيه عاوتاني ان ملي زامول السي وتواصلنا معاه وهضرنا معاه وقع واحد النقاش بيناتنا وصلنا لدرجه انه كيهددنا العام الجاي يطرد لنا الابناء ديالنا من هنا وانه غادي يرفع السقف ديال الواجب ما عندوش الحق يرفع السقف ديال الواجب قال لك اللي ما عجبوش يسول الواجبات ديالو. انا شخصيا هما هادو كلهم يشهدوا انا شخصيا انا ديال ان المدارس راه كتواصل مع التلاميذ عبر دي مكالمات صوت وصوره، قال لك هادوك راه كيخلصوا ثمن طالع مع العلم انه كاين شي مدارس الثمن ديالهم قل من هذه وداير لي زابيل فيديو والدري كيتواصل مع الاستاذ ديالو. انا كاب ملي غنريح نشرح لولدي راه كيسحبنا كنلعب معاه حيت ما كيشوفش الاستاذ ديالو قدام. العلاقه البيداغوجيه بين الاستاذ ديالو يعني حنا لا تنعانيو الدري ديالي دابا تنقول ليه نشرح ليه واحد لا كيسيون تيقول لك استاذه ما تقول ليش بحال هكا، يعني اشنو؟ يعني انه تيثق في الاستاذه وتيثق في المعلمه اكثر ما يثق فيا انا. العلاقه بينهم مقطوعه هذه اكثر من شهر دابا، وقبيله حنا دخلنا تحاورنا معاه وفي الحوار ديالنا معاه قلنا ليه غادي نشدو معاك جوج نقط، جبنا النقطه اللي لكم ديال الجوده ديال التعليم عن بعد دخل فيها ما بغاش يخرج وتيدير على انه معصب باش يقطع لنا الطريق نناقشوا معاه النقطه الثانيه. بحقكم انكم تناقشوا ولكن بامور دابا حنا جميع الاباء صدقني الامانه اسمعني في غنى على هاد المؤسسه في غنى على هاد المؤسسه ديالها. ايوا راه هادوك التلاميذ راه مستقبل ديال التلاميذ، يعني راه الناس كيخلصوا واحد الواجب مادي ديالهم. شخصيا ولا يمكن يشهدوا جميع الاباء هنا، انا شخصيا لاني دخلت تواصلت معاه وما بغاش الطريقه اللي والمعقول اللي تنقول ليه اش خصو يدير، قال لي انت ما خصكش تبقى تقرا، ولدي ما يقراش، ولدك ما يقراش عندي. قلت ليه الا درتي اي حاجه غادي نوصل معاك للقضاء، ما عندوش الحق لان ما عندكش الحق.
انا عارف بانه ما عندوش الحق وانا ما يقدرش يدير وما عندوش جرأة الا كتخلص الواجبات ديالك الامور ديالك ما عندوش الحق يطرد. شوف انا هضرنا معاه انا بجرأة شوف تخلص واحد الواجب من حقك انك تسول وتعرف الحقوق ديالك. عندك الحق انك اسمع لي عندك الحق انك تسول على لاسيرونس ديالك خذ المؤمن بعدا ياك وخاصك توصل بالغوسي ديالك. انت قلت لي قبيله ما كنتش انا بادي هو دابا هذا غلط ديالكم نتوما غلط ديالكم نتوما يمكن الغلط ديالنا يمكن الجهل ديالنا يمكن يمكن ولكن ولكن هذه المدرسه المدرسه من نهار ولدات ما عمرها دارت معنا شي تواصل ديال الاداب ولدات وجميع الاساتذه اللي انكاجاو معاهم الانتباه ان التلاميذ في الاقسام العدد ديالهم كيفوق المسموح به في المجال القطري. شحال من واحد؟ 24 تلميذ وطلع الفوق شحال؟ 24 تلميذ كيقرا في القسم ديال 24 واحد كيقرا قسم 30 لا واش متاكدين من المعلومه؟ 30 واحد كيقرا في قسم خرجوا الابناء ديالنا من 24 تلميذ انا ولدي كيقراو 24 في قسم يعني كي غيدير الاستاذ كيقدر يوصل لذوك التلاميذ كامل ويعرف كل واحد فيهم المستوى ديالو هو 24 تلميذ لا لا احنا اللي ما عجبناش وهي الطريقه الاستفزازيه وطريقه الحوار باش راكم تنتصفوا خلصوا اللي ما خلص يدي ولدو. انا شخصيا هددني كما قلت لكم ولكن ما احنا كامل انا العام غادي يرفع السقف ديال الاداء غادي يرفع السقف ديال الاداء خلاص احنا ماشي مشكل هادو الموقات والمؤسسات شحال كتخلصوا بالشهر نتوما شحال كتخلصوا بالشهر على حسب المستوى ديال تقريبا شحال 800 درهم انا بالنسبه لي عندنا كنت كنخلص 900 درهم دابا الله يخليكم قبيله باش كنت نتحاور معاه قال واحد النقطه اللي هي استفزازيه قال لي هو انتم ما تتخلصوهاش جوج فرانك وما بغيتوش تصبروا معانا واش كل خصو يصبر مع الاخر جوجكم خاصكم تصبروا يعني نتوما لا لقينا سمعنا انا راه لقينا واحد لو بوان دونتونت راهو بليزيغ منا سي كونت هو ما بغاش يوصل لهاد المساله دابا نتوما بغيتو تخلصوا لي 50% راه بليزيغ دابا ما مطالبينش بان نخلصوا لي كاع حنا هاد الشهر ولكن قلنا ليه بليزيغ منا نقدروا نوصلوا معاكم 50% حسب القدرات ديالكم كل اللي يقبل على الخدمه وتيديرها هذيك 40 درهم باش يعيش هذا ما يمكنش يخلص هذا ما يمكنش يخلص على غينا على هاد الفلوس كلها بوم انت على غينا على هاد الفلوس خلي حنا نخلصوا الاساسيات ديك ساكون بورت وخلي زوده التعليم تمشي لايف بلايف تمشي بلايف لان عندك بدو شحال غتخلص هاد اللايف ديالك المليون مليون و500 تعطي الاساسيات يتواجهوا مع التلاميذ بلايف ما يمكنش يقول لك كنخدم الله يحسن العوال من 9 الصباح حتى 12 الليل ولا حتى 4 الصباح ونمشي نراجع مع التلاميذ ديالي ما يمكنش والله يخليك واحد النقطة أخرى تظهر بأن دابا حنا في هذا الكونفينمون كنا افونسي في ليكور مع ليكور مع لي زونفون ديالي يعني البروغرام راه قريب يسالي البروغرام قريب يسالي سهلة الله يخليك البروغرام بقات فيه مثلا كل دفتر كل كتاب بقات فيه وحدة أو وحدتين يعني من لهنا لا فان ديال هاد الموا ولا لا مواتي ديال البروغرام غيسالي وحنا راه مخلصين ليه من المؤسس مخلص المؤسس ديال المؤسس مخلص خلصونا بونس المؤسس حنا دابا جدنا على المؤسس هاد المدرسه نرجعو ان شاء الله واش غادي تستدرك الله يخليك واش غادي تستدرك واش غادي تستدرك لي كور الدراري ويلا غادي تستدرك كيفاش غادي تستدرك معاهم وحنا راه لو كور ديالو لي كور ديالو راه حنا قريبين نساليو معاهم تقريبا يعني كاينه اشكاليات هاد السيد الحوار ديالنا ما بغاش يخلينا ندوزو من اشكاليه لاشكاليه دخلنا معاه الاشكاليه مشى واحد الاسلوب ديال الحوار ملتوي ما خلاناش ندوزو معاه باقي النقط ونتحاوروا معاه الى وسد علينا الباب وفي الاخير هنا في الباب قدام الناس قال لك اللي ما عجبوش ولدو يدي ولدو وانا بغينا منه جوج نقط ما عندوش الحق نوصل معاك لهاد المستوى ديال الكلام الا ما بغيتش تخلص خرج ولدك البلاد في ضائقه والناس كلهم اغلبيتهم كل خدام كل دابا برك الا كنتي انت بارك من الخدمه كيفاش غادي تخلص المدرسه ايوا دابا انت قلت انك مخلصين لهم مؤسس مخلصين لاسيرونس ما عندكمش ورقه باش مخلصين انتما لاسيرونس وانا في تبدا تلو كان سمعتي انتما درتو غلط لاسيرونس خاصك تشوف بعدا واش ولدك
قيد ولا لا، راه شحال من عائله كتشكى بان الولد ديالها تصاب. وقعوا اشكاليات هنا. شنو هي هذه؟ لي رونسيمون ديال لي موا كلهم، لا سكريبسيون ما كيشاطوها. هذه لا كارت دو بي. ها هي. ما فيهاش كارت دو بي. ها هي مخلصين. الغيس لو موا ماي. ابريل وماي. ابريل. واللي بقيت هنا الفلوس ديال لاسيرونس. اش بقى هذا السيد اللي كيقول حنا ما كنقولوا موا ناس مخلصين وصعيب هاد الدليل. ها هي كارت اخرى. ها هما تعب عليك هنا كلهم مخلصين ما في جماتيهم. كلهم خلصينا دابا فين هي الورقه ديال لاسيرونس؟ راه الورقه ما كايناش ما عندناش كاين ريسي انا السيد يخلص لاسيرونس اين لاسيرونس يخلص شنو هي الكونترا د اسيرونس؟ شنو هي الكونترا د اسيرونس اللي داير؟ حنا ماشي شغلنا بهاد الازمه هادي راه لي اسيرونس والدوله الدوله راه هزه راه هزه الدقه علاش حنا غادي يحملنا اللي ما نقدروش ما كاينش انتما ما عارفينش شكون هي المؤسسه التمويليه ديال الشيء صراحه ما عمرنا ولا سولنا تنقولوا دايرين ثقه بهذه المدرسه ولكن بالتعامل ديالها باين بان هذه المدرسه تتعامل معنا بواحد المستوى اللي هو هابط قله الاحترام هذا مخلصها بثلاث اشهر كونترو كات 5 افريل وماي هي اللي باقي مارس افريل وماي شحال 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 لقيت فيها؟ ما كاينش لو بريس ما كاينش مثلا عندنا واحد الاب تيقول لك انا ما قاريش انا ما قاريش فين هو الناس ما قاريش ما عنديش هذه النقطه خاصنا نطرقوا لها هذه ما عنديش هذه اللي شنو تعطيوك ملي دي بيضلاني واخا بلاتي نكملوا بلاتي نكملوا ها هما اللي كاين والله سيرو اللي عندنا الان هذا في بقيت بيضلاني هذا ماشي ماشي هذا هذا الاب هذا تيقول بان فعلا هاد النقطه راه هنا بروفوكي فوالا حنا بان الاب حنا بالتواصل مع التلاميذ مباشره مع الاساتذه فوالا علاش تنطلع لان كاين بعض الاباء ما قاريينش اعتمد على هذه المدرسه هذا هو المشكل الكبير اذا كان الاب ما قاريش والام ما قارياش التواصل كيفاش الولد غادي يستافد من التعليم عن بعد التواصل المباشر بين المدرسه وبين الاب وبين الابن ماشي الاب اضافه الى كاين بعض الاباء اللي خدامين مازال تيمشيو يخدموا تيخليو وليداتهم خص هو كذلك تواصل دي لايف واحترام لومبلوا دي تو خصهم يحترموا لومبلوا دي تو خصهم يحترموا لومبلوا دي تو هذا راه الوجود مش الاستاذات والمعلمات ولكن لابسونس ديال لونكاجمون ديال الاداره الاداره الي ابسونس ما مونكاجيهاش التواصل ما يعني ملغي لا مع الابناء لا مع التلاميذ لا مع الاباء هاد المدرسه يلاه البارح عاد باش جابوا واحد الاخت انا خدامه في الملاحظه اللي لاحظت انا هاد الايام بزاف ديال العائلات تواصلوا معنا وكيتشكوا من هاد المشكل ديال المؤسسات التعليميه الخصوصيه اللي كيقراو فيها الابناء ديالهم كيطالبوهم في هاد الفتره باش يخلصوا لهم المده كامله اللي بركوا وكاين بعد الجوده ديال التعليم عن بعد يعني ما كاينش ما كايناش وكاين بعض المؤسسات دابا هذا ماشي وقت ماشي وقت تضامن الناس اللي برك بالخدمه كاين اللي ما عندهم ما يقدم مع ولادهم قبيله واحد النقطه اخرى باش ما نغلطوش الراي العام قبيله تيقول لي واش انت موظف الدوله هذا ماشي شغلو لان موظف الدوله ماشي موظف الدوله انا تنخلص مؤسسات تقوم بعض الخدمات سادة إضافة إلى ذلك تتعامل معنا كأننا أباء ساذجين ما تنفهموش قال لك وغتخلصوا لي غير الشهر ما تخلصوا ليش ترونسبور والمطعم راه ما تنخدموش ترونسبور أصلا شنو أوتوماتيك وما تنهضروش على هذه الخدمات هادو ملغية هادو الخدمات الثانوية راه حنا كنهضروا على الخدمة الرئيسية راه هو التعليم والتعليم عن ديستونس ونهار نرجعوا إن شاء الله واش هاد المدرسة واش دايرة استراتيجية ديال الاستدراك الدراري كيفاش غادي تستدرك اليوم وحنا لوكو راه قريب يسالي لي ليفر قريب يسالي وسالاو اش غتستدرك اليوم غيبقاو شادينهم تيكذبوا عليهم اون بليس البواسيس حنا اللي تنخلصوه راه ولادنا ما تيقراوهاش سيمانه وتا جوج سيمانات ولو غيست يديو فابور ارجعوا يا شباب الله رجعوا للور شويه الاخ الله يرحم لك الوالد دونك حنا ما يمكنناش
يمكن نشدوا له كله وحنا تنعانيو يبقى وتيجي قبيله تيقول لنا والله سيدي كما بيني وبينكم الفلوس راني تندير الخير ورا الخير هو دابا خصو يدار والخير هو دابا كيف قلتي الا كان شي خير خاص يكون شويه تفاهم وشويه تنازلات انتوما قلتوا بغيتوا تخلصوا 50% والله الا بليزيغ منا قسما بالله هو قال لكم لا تخلصوا الشهر كامل خلصوا قال لك ما يخلصش يزولدوا كيمشي يزولدوا وانت لا ما خلصش يزولدوا وانا في هذا الوقت هذا انا شخصيا وقع يعني حول الحوار معايا حول الحوار معايا الى كونفلي علاش؟ لانه سونسيبل هو لا ما بغاش يناقش معنا الماديه الوغ كو هذه مرحله ماديه والله قسما بالله والراي العامي والله ما كنا غادي نشدوا الماديات وكنا غادي نمشيو نخلصوا الا تا هما استفزونا بهذه الفيديوهات هما لي فيديوهات الا بغيتو نصيفطهم لكم وتسمعوهم واحد الله يخليكم كلكم الى شي ابي كذبني قبل الحجر انت كان الحجر لو سيس ياك انا في داري قبل ما نتعلم بان الوسائل الاعلاميه قلنا بان الحجر غادي يبدا في لوسيس تيصيفطوا لنا رساله نصيه اس ام اس تيقولوا لنا ابواب المدرسه راه تسجيل مفتوح واش كاين شي تسجيل مفتوح المؤسس يعني شنو هو هاي مكتوب يعني تيقول لك اجي فهم اجي خلصنا ما تهربش اجي شدوك واحد في لو ان كاب تيصيفطوا لنا لو كونت بانكير تيقولوا لنا اجي وخلصوا مع العلم بان في لو موا 3 بعد ذاك الحجر الدراسة والتعليم عن بعد وقف 4 أيام حتى 5 أيام هو واقف 4 أيام هادشي دابا امتى حبسوه ليكم دابا حبسوه دابا نهار الجمعة حبسوه ولكن فاش غياجينا وغياجينا فوق اضطروا بأنهم يرجعوا ولكن قال لك حنا راه مرجعين سميتو ها بغينا ندير واجب ولكن راه المردودية دابا المردودية ديال الأستاذات ما غاتكونش شي مردودية اللي هي مزيانة حتى الجانب النفسي الأستاذة بأنها خدامة رغما عنها دابا ما مفروضش عليك انك تخلص حاليا ما مفروض دابا بغا يفرضوا علينا راه الدوله لا حتى من بعد نرجع سهلات مع المواطنين عرفت الازمه كاينه ابناك وتسهلوا مع المواطنين يعني الناس اللي خدي كريدي ديال الديور ديال الامور الماديه ديالهم يعني واخدين واحد الحاجه راه كاينه ازمه راه الناس ولا تساعدش معاهم الا ما تنستافدوش من التعليم وكيبروفوكيك باش تجي تخلصوا لي كما قلتي انت هذه النقطه هذه يعني انك اللي واخد كريدي واخد كونسوماسيون ومستافد منها والدولة كترفع عليه الضرر حاليا باش ما تزيدش عليه وحنا واحد البرودوي اللي كنا كنستافدوا منه توقف وخاصك تجي تخلصه وما يمكنش لا هي باش يهدد الدراري يهدد الاباء التهديد التهديد ما كاينش وما خاصوش يكون وماشي من حقه يهدد عباد الله التهديد اللي قال الا زاد خاص تكون الجوده وما يكونش داك العدد اللي قلتي ديال 30 واحد كيقرا في القسم دابا واش العدد اللي قلتي كيقراو 24 30 واحد في القسم 24 30 واحد كامل متاكدين من هذه المعلومه كامل فايت 24 فايت 24 سيغمون فايت 24 حتى انا الدري ولدي مني سولته قلت ليه شحال ولدي نتوما حتى انا الدري ولدي مني سولته قلت ليه شحال من واحد نتوما في القسم قال لي حنا 24 تلميذ في القسم يعني مدرسه خصوصيه وعندها 24 تلميذ في القسم كيفاش غادي يدير هذا المؤطر ولا الاستاذ حتى غادي يرفع مني من الجوده ديال الاداء ديالو وهذوك الدراري باش غادي تعرف فين فيهم اللي فاهم واللي ما فاهمش يعني كل واحد خاصك تعطيه الوقت ديالو ثاني الله يخليك حنا علاش درنا هادشي ماشي ضد المؤسسه حنا والله الا انا صراحه بغيت نتفادى هذاك التنقال ديال ولدي كل عام يمشي للمدرسه لان هذاك التنقال راه عنده السلبيه ديالو على التلميذ وعلى الابن دونك قلت واحد المؤسسه اللي تكون محترمه حط فيها ولدي وهذه المؤسسه خصها ما تلقاش المؤسسه التعليميه اسمعني نكمل المؤسسات التعليميه الخصوصيه راه اول ناس اللي خاصهم يتضامنوا مع الشعب مع الصندوق ويدعموا الصندوق ماديا وانت عرفتي اش وقع على دك... نعم انت عرفتي البلاغ ديال الرابطه انا غنرجعوا ليه هذا البلاغ ديال الرابطه اللي طالبوه هما باقي يلا بدا الصندوق يلا تكون يلا كيقلبوا على الناس شكون اللي غادي يقدر باش يدعم وراه البارح وزير امزازي الا سمعتي في البرلمان راه قال لك بان احنا وقفنا لا سينيسيس على المدارس الخاصه لانهم لقاو بانهم تيستخلصوا الاداء وتيجبروا الابناء الاباء يخلصوا
ويمشيو يطلبوا المساعده من لا سي ان اس اس، يعني كيربحوا على جوج جوايع، يعني كيربحوا على جوج جوايع. وشوفوا الفضاحه كي دايره. وهاد السيد قبيله تيقول لنا يلا ندير معكم واحد الحل، سيروا نتوما تفاهموا مع الاستادات وشوفوا شحال غادي يرضاو معكم، واش يرضاو بالنص ولا لا. ما كايناش. وعلاش غيدخلنا على هذا الشيء؟ مسؤولين من طرف الاداره ديال المؤسسه، نتوما بعاد على الاساسيين. انا تنأديو وتنقول الخدمات تمشي مزيان. راه مجموعه الخدمات هنا ركيكه بزاف، ركيكه. وتنغدو الطرف وتنقولوا ماشي مشكل هذيك من العام، ولكن باش يتم الاستفزاز ديالنا بهذه الطريقه حنا ما غنرضوش. انتوما شحال كتخلصوا قلتوا الخدمات كتخلصوا؟ لا لا، الاول ديال العام شحال كتخلص؟ 9000. كاين المدارس اللي كيخلصوا 6500 درهم الشهر العام في ديسكريبسيون داخله فيها لاسيرونس، وتا هما عندهم نفس المشكل، ما عندهمش الورقه ديال لاسيرونس ماشي بالاسم ديال الاباء والاولياء. كتلقى لاسيرونس لو عطيت شي حاجه للاب ما عندهم، اللي غادي يصرف على ولده والمؤسسه ما عارفينش. راه هادشي اللي كاين. لا لا سي عندك انت دكتور. كاين اللي قلت لك مؤسسات 6500 درهم، كاين اللي 10000 درهم في الانسكريبسيون ديالهم. كتلقى الاب عنده جوج وليدات ولا ثلاثه وراسيرونس ما معروفش بعدا، هذه شكايات حنا ديما كنتلقاوها، يعني ديما الناس كيتصلوا كيقول لك هذا الشيء. لاسيرونس ما معروفاش. انت كتخلص خاص من حقك انك تاخذ ورقه ديال لاسيرونس كيف كتاسيوري السيارة ديالك أو أي دارك لاسوريتيها ولا أي حاجة كتاخذ عليها واحد الغوسي، يعني بالاسم ديالك الابن راه تابع لك، أنت كتخلص عليه، خاصك أنت اللي تستافد بالاسم ديالك. وتعرف شكون هو المؤمن؟ شكون قال لك المؤسسة كاين كيقرا فيها 300 ديال البشر، 300 ديال الأطفال، مخلصين غير 20 واحد؟ حنا ما كنتهموش، ولكن هذا الشيء راه واقع، راه الناس اللي كيقولوه. كتلقى مؤسسة هادو شكايات اللي تلقينا على قناتكم شوف تيفي، الناس كيقولوا لك حنا ما عارفينش شحال من واحد مسؤول في ديك المدرسة، المدرسة كيقراو فيها مثلا 200 ولا 300، حنا ما كناخذوش الورقة بأننا حنا مسؤولين، يعني ما لاسيرونس ما عندهمش، ما عارفينش شكون هي ديك لاسيرونس اللي عندهم. لك حنا عندنا تخوف، واش كلشي مأسيوري ولا كيسوريو غير واحد عشرات الناس، عشرات الوليدات؟ حيت ما يمكنش كلشي غادي يتعطى، كلشي غادي يطيح، الله يسر الله يحفظ ديك الوليدات. هذا مشكل خاصو يتعالج. والنقطه الثانيه هي السيستم المستخدمات كوكا عندهم السيستم ديالهم كره، حنا كاع ما نوثقوا بهذا المشكل حتى الاستاذات. والله الا راه علاش خرجنا هنا النقطه ديالنا؟ خرجنا والله الا نضامنوا حتى مع المعلمين. ما مالهم حتى المعلمين حتى هما ما مخلصينش شهر 3 و4، واضافه الى اغلبيه ما عندهمش السيستم ديالهم. علاش ما عندهمش السيستم؟ ما ديكلارينش، ما ديكلارينش السيستم. راهو قبيله قال لنا في البيرو، هو قال لنا في البيرو، هو نيت، هو مدير المؤسسة، مول المؤسسة. اش قال لكم؟ ما مديكلاريش لا سينيسيس ديالو. علاش؟ انا ما عرفتش، انا ما عرفتش، ما حنا معدين لهم الواجبات ديالهم. وراه هذوك الاساسيين راه المفروض هما الناس اللي ضامنين على الاساسيين، ما غيقدروا يهضروا، بحال غيجي عليهم. انا بالخوف، ولكن هذا الخوف راه في هذا الوقت هما اللي كياكلوا الدق. الخوف ما كاينش باش يستافدوا مثلا من الصندوق الا بركم العمل، ما كتلقاش هادو لا سي ان اس اس، ولا كتلقى امور عندهم. هذا هو المشكل، اضافه للسلوكات ديال هاد المدارس. كون كانت السلوكات ديالها حميده لا سي ان اس اس كاع ما توقف عليهم الدعم، ولانهم تيستخلصوا واجبات لا حق لهم فيها من الاباء. شهر 4 الخدمه سادة. حنا والله الا انا شخصيا قسما بالله الا كنت غادي واحد نخلص 500 درهم ماشي مشكل، عندي واحد نخلص 100 درهم ماشي مشكل. انت وشي انا نقول لك كاد بانني نقري الولد ديالي قدام المهم انا في الدومين ماشي مشكل، ونخمشي نخلص 800 درهم إيه. ولكن ما بغيتش تصرف ليا، ما يمكنش نخلص مدرسه فهمتي على خدمات ما تقومش بها. وكون كانوا كون سكتوا ما داروا حتى غياكسيو والله تقالوا الاباء يمشيو يخلصوا. دابا ما حبسوا لكم لا نهار الجمعه، نهار الجمعه حبسوا لكم، يعني تتخلصوا باش نرجعوا لكم. شي تيقول لك والله ما في خباري، والله ما في خباري، وما يمكنش ما تكونش في خبار. والمؤسس ما في خباروش، ورينا فيديو قال لك لي زوديو اللي سيبطوا لنا استاذات، قال لك والله ما في خباري هاد لي زوديو. وقلت له انت مؤسس، راه مؤسس المؤسسه، استاذات عندهم قرار، استاذات ما كيكونش عندهم قرار. قال لك الاستاذات اللي داروا ليا وراه ان شاء الله غادي كون سميتو غادي نطردهم وندير لهم نرفع لهم بعد الاستاذات. غادي نطردهم ما كاين السيبا. ودابا واش كاين السيبه حتى طريقه التعامل ديالو معنا؟ ها؟ راه مشكله، راه مشكله صراحه، صراحه هاد الاستاذه قلت احترامها علينا، ما تعاملاتش معنا بجديه، اوكي؟ ولادنا شفت فيهم ما شفتش فيهم هذيك العلاقه البيداغوجيه اللي خصها تبقى مربوطه، شفت فيهم ماديه، علاقه ماديه، وتيجي تيقول لنا انا راه تندير الخير وراه اباء تنخليهم ما يخلصوش العام كله، هذيك علاقتك. هذيك علاقتك الشخصيه بينك وبين بين اللي تسمح لي ما يخلصش.
حنا تنخلصوا راه اول الناس اللي خاصهم يتضامنوا بعد فات الصندوق ديال الكورونا راه هما هاد المؤسسات التعليميه. المؤسسات والخصوص المدارس الخاصه. حنا كندويو على المدارس الخاصه. واحد شهر ولا شهرين فوالا، يعني شويه الصبر وشويه التضامن هادشي راه غادي يفوت وترجع الامور. الناس اللي ما خدامينش دابا انت خدام قلتي عندك سالير ديالك كيدوز في الشهر. نعم. الناس اللي بركوا من الخدمه هذا هو المشكل. شنو غادير لهم؟ تقول لهم لا صافي الدراري ما غايقراوش يمشيو بحالهم؟ ايوا انا ما كدوش عليك، انت خدام قلتي اللي ما خدامش ولا اللي كيستافد دابا من راميد قلتي 2000 درهم الماتش كيفاش غادي يدير لها؟ واه حتى كما قلت لك نعاود من النقطه حتى الابن ديالك هنا اجينا. ماشي ما تخافش شحال ما عندوش كيفاش عندك ابن ديالك اجينا اجينا باش نبعدو غير قول لي شنو هذا البنت ديالك كتقرا هنا في المؤسسه صافي قال لك خصكم تجيو تخلصوا الواجب ديالك خلصوا الواجب ديالك. الناس كياخذ 1200 درهم في 21 اللي 1200 درهم في الراميد كيفاش غيجي يخلص بها المؤسسه التعليميه وغياكل منها ويخلص منها الكرم ويخلص منها الموطن كي غادي يدير؟ إضافة إلى أنه كيسيطر في الأوضة الإشكالية ديال التعليم عن بعد راه ضعيف جدا راه ماشي تعليم هذا. واش السيدي كيسيطر لك في الواتساب درس مكتوب وسير الأب ديالو هو اللي غادي يشرح ليه ويخدم معاه والأب ما قاريش والأب ما قارياش الإنسان يضطر أنه يقلب على شي واحد اللي غادي يشرح ليه الدري. واش ديال الخدم غادي يجي يخلص أنا في هذه المؤسسة؟ شنو الخدم اللي غادي يخلص ليهم أنا؟ راه ولا بغيتي تخلص راه خاص تكون الجهود ديالك في التعليم راه خاص تكون الإنسان تواصل عن بعد عن طريق اللايف مباشر ماشي غادي يخلص في الواتساب وسير الاب يمشي يشرح الدري ونجي نخلصك انا. واحد النقطه خدام ولا ما خدامش خليل؟ ما كيفاش غادي له دابا ملي كيطالبوا ما عرفتش شكون ما عرفتش المؤسسه كيفاش غادي نخلص انا هاد الفتره هادي ما عرفتش انا ما خديتش ما خدام دابا انت كدوي على واحد الفئه اللي الناس اللي هما كيقربوا لي لازم مركو واحد النسبه ديال 70% الاباء ديالها ما خداماش كيفاش غادي يخلص لهم المؤسسه اللي كياخذ 1200 درهم وكاين اللي ما استفادش كاع نهائيا وكيفاش يجي يخلص المؤسسه كي غادي يدير؟ راه 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 من الباب مستحيل. شوف هنا هنا الله يخليك تتعاملوا مع مقاول هادي مقاول راه صاغل ياك تتعاملوا بالمنطق قدمتي خدمات خلصك عليها هاد سميتو ما قدماش خدمات والخدمات اللي تتقوم بها راه قال قبيله بالبيرو قال لك راه التعليم عن بعد راه 50% وتخلص في 50% تخلص ب 50% راه هادشي قالها راه قالها خايد تخلص ب 50% وحتى ديك 50% والله غنعطوها بليزير معاكم لانكم ما كاينينش بالواجب كما يجب ما كاينينش به. إذا بغيت لي ذلك بغيت نهضر عافاك على بعض الناس على بعض الآباء اللي عندهم ولادهم في لاكخيش في لابتيت ماتيرنيل ولا كغون واش كيديروا معاهم التعليم عن بعد وعلى أساس أنا مخلصينهم هذه نقطة مهمة على أساس أنا مخلصينهم شنو ما طالبوه راه اللي يوصل لهم كل شيء بعدا خصنا نسولو واش تيديروا لهم تاهما التعليم عن بعد أنا مخلص لك ولدي وخلص لك 600 درهم تيخلصوا 600 درهم دو بوز ومخلص لك المؤسس واش دير لي تعليم من بعد واش تقبل لي ولدي راه مخلص لك هادشي وانا غادي طالبني بها داك خيش على كخيش داك خيش كي غنديروا مع داك خيش يلا انا والله مازال نهضر على راسي شي انا ديك 800 درهم نعطيها له ماشي مشكل ولكن تيقول المنطق خدمه ما كايناش ما نعطيكش 800 درهم غتنيغوسي انا وياك غنيغوسي هاد المواجمه مع العلم بان الحظر راه يمكن يطول مازال هادشي اللي كاين وناري سالي واش عندها شي استراتيجيه ديال الاستدراك كيفاش غتستدرك لي كو مع العلم بان الوزاره تقدر الاستدراك تخليه غير السنوات الاشهاديه دونك هاد المؤسسه هادي راه معضله هادي معضله وهاد السيد ماشي غير هاد المؤسسه كاين بزاف ديال المدارس ماشي غير هاد المؤسسه اللي كتوجد في محمد تنشهد راي لك بان اي تصرف غير اخلاقي منه غادي نتابعه قضائيا ما عندوش الحق يطرد الدراري غنتابعو قضائيا اي ابا غنتابعو قضائيا ولي ريكلاماسيون ديالنا كاينين والله الا ما بغيناش ديوا ما بغيناش نمشيو نتبعو النيابه وكذا بغينا نخليو تشوف واش غيدير معانا ولكن ما طلعش شخص جدي فهمتي ما طلعش شخص جدي تعامل معنا بطريقه انه تيسحب راسو هو ادكى منا تيسحب راسو انه بالمستوى بالمنصب ديال ما عرفتش يدير هو دكتور ولا ما عرفتش تيسحب راسو بانه راه المهنه ديالو تسمح لي بان تعطي ذكاء عالي من باقي الاباء ما كاينش واحد حسب من واحد كاين التفاهم وكاين الرضا وكاين التضامن الناس دابا يتصنع العصبيه باش يسد علينا الباب ما يخليناش نتحاور معاه ونتواصلوا معاه هادشي ما يمكنش تحاور معنا النقط ديالنا نقط ليجيتيم تناقشوا معنا جوده التعليم من بعد رجعوا الاستدراك والثمن
وبشحال غنخلصوا ولا ما نخلصوش. كاين الاباء اللي ما خصهمش يخلصوا. وزير امزازي راه قالها في اللقاء ديالو الاخير باش هضر على النقطه ديال التعليم الخاص، راه قال لك نورمالمون لوجيك 50-50%، واللي ما عندوش اللي ما عندوش واش غادي يخلص ما خصوش يخلص. قال لك الموظفين يقدر يخلصوا واخا هذا الراي ديالو، ولكن حنا تنشوف بالمنطق ديال الخدمه مقابل اجر. ما كايناش خدمه ما كاينش اجر. تكون تضامن شويه من عندكم وشويه من عندهم. يعني تضامن حنا والله الا تضامن. والله الا تضامن هو هذا منطق التضامن. ضحى شويه انت وهما تما يضحيو. ولكن ماشي تفرض عليه انك يخلص الشهر بشهره من الاول ديالو. تضامن والله حنا بمنطق التضامن. كلشي الاباء هنا منطق التضامن. الناس واحد السيده سميتها صبري قالت لك هذه هي الكارثه، ولادنا في الروض وهما كيطالبوا بالخلاص. اصلا حنا كنخلصوا الروض باش شدوهم لينا. لو ني الكتريسيتي ني غيان، زيرو تي فيا تمشي من الدوله ما كاين والو، ساده زيرو كونسوماسيون الكارديرون زيرو. واحد التعليق ديال واحد السيد كنقراو دابا بعض التعليقات. السعيد بن الشيخ قال لك التعليم الخاص يوقفوا المعلمين ويدفعوا بهم اللي تقاضوا المساعده من صدور كورونا، والمؤسسات تستمر في استخلاص الاستحقاق في ظل هذه الازمه. نعم. دونك حنا تندعو جميع المؤسسات تتعرض نفس التصرف نفس التعامل، تعامل بنفس التعامل اللي تعاملنا حنا. حنا راه تعاملنا بطريقه لائقه، ما بغيناش نوصلوا مع المستوى. وبالنسبه للريكلاماسيون ديالنا الا ما لقاش معنا حل مازال غادي نمشيو ريكلامي، يقولنا لو دغوا دو ريكلامي. وانا عندي الحق بان اي تصرف هذه المؤسسه تديروا اتجاه الولد ديالي قضائيا. يعني ولادكم كاملين ماشي غير ولدك كاملين. اي واحد تهديد كموجه لنا كاملين قادمه ان شاء الله. امين تهديد كموجه لنا. يعني اي حاجه يقري ولده هنا مرحبا ما بقاش ولدينا ولا البنتي مقابل الشروط اللي باغي يفرضها علينا هو. بحال هاد الشروط اللي باغي يفرضها؟ قال لنا العام الجاي المعامله غادي تبدل والطاق ديال الاداء غادي يطلع واللي عجبو يجيبو ولدو. ما كاينش ما يمكنش تزاد غير هكاك عشوائيا. ما تقولش يدي بحالك. انا بدا كيبروفوكي فينا كيقول لنا انا بغينا على هذا الشيء انايا، ومنين تبغينا على هذا الشيء خلي شي واحد اللي غيقدر يسيرو اللي غيعطيه. لا ماشي غادي تسيرو، الا غينا على هذا الشيء على الاقل يتضامن مع الناس. كاين الناس مساك اللي ما خداميش، كاين اللي هذاك الفلوس اللي عنده يلاه غادي يدوزوا ليه واحد 20 يوم ويبقى مقاتل ما يبقاش ليه. انا كنتوقف الدروس على بعد الحضر شحال غادي يستمر، يعني النشاط ديالنا راه واقف هذه شهر ونص وما عرفناش واش غادي يزيد ولا لا. دروس عن بعد راه هذا حق ما تيتقاش الدروس عن بعد. هذا شوف الدروس عن بعد راه واجب وطني غير مؤدى عنه، راه واجب وطني خصكم تفهموا غير مؤدى عنه. هذه علاقه بيداغوجيه خصها تبقى قائمه بين المدرسه وبين التلميذ في انتظار انتهاء هذا الحجر. هادو تيطالبونا نديو لهم على داك التعليم البعد اللي هو ماشي بالطريقه اللي هي جيده. ما تلموش الاستاذات هنا والاستاذات المليحه اليوم الله يبارك مساك، ما عندهم ما تخلصهمش، ما عندهمش باش يخلصوا الكونيكسيون. وهو المراقبه ديالو ومراقبه ديال المديره البيداغوجيه ديالو فين هي؟ حنا تنديروا هادشي راه ماشي ضد المدرسه، تنديروا هادشي باش تحسن المدرسه ونخليو ولادنا في المدرسه باش نبقاو نكفيوهم الشر التنقل من المدرسه للمدرسه. هو غير شويه الصبر وصافي، فهمت؟ غير ماشي ديك الطريقه ديال شنو تقول لي العام الجاي ما تجيبش لي ولدك يقرا عندي؟ ما عندوش الحق. دابا راه الناس كنقرا بعض التعليقات ديال بعض الاباء كيقول لك حتى حنا نفس المشكل، المدارس الخصوصيه كيقراو فيها الابناء ديالنا اللي كيطالبوا منهم حتى هما يخلصوا في هذا الشهر. حنا بحال دابا السيد قال لك حنا انا ما خداماش. كيفاش بغات هذه المدرسه نخلص وهذا الشهر وبنتها حتى هي نفس المشكل اللي قالتي، يعني غير لا كريش قال لك انا اللي شاداها. كيفاش غادي نخلص هذا؟ لا لا مشاكل بزاف النقاط اللي خصها تسمي، راه مشكلة راه هذا التعليم الخاص راه في هذا والله إلا صراحة شنو تنقولها أنا اسمحوا لي بين التعبير، شحال من واحد في هذا لوطو وفي هذه الظروف اللي حنا اللي فيه شي سحور غادي يبان. شنو اللي كاين؟ اللي فيه شي دغل غادي يبان، ومن هذه المدارس الخاصة اللي بان قبل كاع ما يلاه قلنا بسمية بان 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 النقاط ديالو. دونك قبل ما يبان كاع قبل كاع من الحجر يلا بدينا يلا سمعوا بان لاكيس راه بدا تيطالبوا الدوله بان تساعدهم. هذيك النقطة هذيك كاع الناس صراحة عيبوا على هذه القضية ديال الصندوق يلا في طور التأسيس ديالو يلا في طور الناس المساهمين المحسنين يتعاونوا
وخرج بهذاك البلاغ بهذيك الصيغه ديالو كيطالبوا باش حتى هما يستافدوا. هما باقي ما بدا عندهم الحجر. الحجر يلا غادي يبدا. والناس الاولياء الامور اللي الناس خدامين على قد الحال التضحيه ما كانش، بالعكس خاص الواحد المؤسسات خاصهم هما يساهموا، وهما يساهموا في هذا الصندوق كورونا ويتعاونوا ويضامنوا. حتى لا صبرتي شهر ما فيها باس، الناس راه كلها صابره والناس كلها واكله الدق. نعم. وكل شيء ساكت بحال هاد السيده كتقول لك. هاد النقطه حنا علاش خرجنا؟ يمكن حنا كنا ملزمين نخرجوا لان تم استفزازنا، لان تم المنادات علينا باش نمشيو نديو الواجبات ديالنا كما تيقولوا الواجبات. ولكن انا غندي الواجب على اي اساس؟ انا مخلص لك كل شيء، بقى شهر ربعه اللي فيه نظر، فيه نظر. لا انا صراحه مش كون واضح. انا صراحه الولد ديالي كنت السنه الفارطه كنت مدخلو المدرسه خاصه، المستوى ديالو الحمد لله تحسن، نقلت من حي لحي. هذاك التنقل قررت بان مبدا ماشي فلوس، والله الا مبدا، ندخل ولدي المدرسه العموميه اقتناعي بالدور في المدرسه العموميه. احنا كنا ابناء المدرسه العموميه الى ان الولد ديالي ما تصرفش، يمكن الاستاذه يمكن القسم مجموعه من لي فاكتور، اضطريت بان نسحبو من المدرسه العموميه ونجيبو المدرسه الخاصه. ماشي تنقول اعتني مساله فلوس، راني مسكين ديالك المدرسه الخاصه وانا صراحه ما مقتنعش. لا وانت حر في الاختيار ديالك. انا حر ولكن ما مقتنعش، ولكن هذا واحد الاختيار اللي هو صراحه امبوزي باغ لا سوسيتي كلها. جبت ودخلت الولد ديالي للمدرسه الخاصه وتراقي لي زاكتيفيتي باش يطور المستوى ديالي. والله صراحه الى دابا الولد ديالي فاش وليت انا تنقري قسما بالله الى المستوى ديالو تحسن. انا فاش كان في المدرسه والله حتى تحسن، وهاد الدراري كتبوا لي الا كاين شي واحد يقرا مع وتندير لي بليزيوغ اكتيفيتي. وعلى واحد النقطه مهمه الله يخليك، هنا في المدرسه لي كوغ ديستونس ما تيسيطوناش توت لي زاكتيفيتي اللي تنخلصوهم عليهم، فرونسي عربيه مات التربيه الاسلاميه طبي. هنا لونجلي فينا هي لونجلي المات فرونسي. انا العلم انهم مخلصين مشي شري اليوم جوج كتبوا 100 درهم للواحد، هما هي عندهم تما. فينا هما دي زاكتيفيتي؟ فينا هما لي زوتر اكتيفيتي؟ فينا هما لا كرياتيفيتي دو سيت ايكول؟ هادشي نقشتو معاهم تما قبل؟ ما راه دابا بغينا نناقشوا معاه فاش بغينا ندخلوا ليه النقطه ديال سميتو ما بغاو. وهاد المديره البيداغوجيه ولا المديره ما تتواصلش مع الاباء باش نشرحوا لهم هذه المساله وباش نديو بالاراء ديالنا. قطع شوف من لو سيز قطع ما كاينش. مشاهدي موقع شوف تي في كيف سمعتوا الشكايات ديال الاباء واولياء التلاميذ اللي كيقراو بهذه المدرسه الخصوصيه اللي كتواجد بالحي المحمدي الحزام الكبير لا داعي لذكر الاسماء. الناس كيتشكاو يعني المدير ديال المؤسسه كيطالبهم انهم يخلصوا شهر 4 مع العلم انهم قال لك مخلصين المواسيس وما عارفينش المده ديال هذا الحجر الصحي شحال غادي تدوم. الامكانيات الماديه عند الناس لا تسمح باش يخلصوا كل شهر بشهرو. هاد الناس اقترحوا انهم يخلصوا 50% تضامنا مع المؤسسه. مدير المؤسسه رافض قال لهم تخلصوا الشهر كامل. كاين اللي خدام كاين اللي ما خدامش. هاد السيد قال لك انا خدام نقدر نخلص، ولكن السيد اخر قال لك انا ما خدامش كيفاش غادي نخلص. وكل اللي عنده يعني الوليد ولا البنيه عنده يعني في لاكريش ما بقاتش، يعني الناس هما اللي شادين الوليدات ديالهم كيطالبوهم انهم يخلصوا. فهادشي راه لا يعقل. المؤسسات خاص شويه تضامن، كندوي على المؤسسات الخصوصيه بانشاء واحد الصندوق خاص بكورونا، يعني خرج واحد البلاغ باش المؤسسات الخصوصيه التعليميه يستافدوا من هذاك الصندوق مخصص الناس مساكن الفقراء اللي ما عندهم ما ياكلوا اللي غادي يتازموا، العمال اللي غادي يخرجوا. يعني كل الاكتفاء الذاتي ولكن الجشع لا نعم للتضامن. نتعاونوا مع هاد الناس، كاين اللي خدام كاين اللي ما خدامش. اللي ما خدامش راه ما عندوش كيفاش غادي يخلصك، وما مفروضش لانه يخلص. انت خاصك تقول لي ودي خلص واحد 30% الا قدرتي او 50% تضامنا ماشي اجباريا. الناس الان راه باركين من الخدمه، كاين اللي ما خدامش وعنده العائله ديالو كيفاش غادي يدير لها. نبغى بغينا احنا المؤسسه تكون مؤسسه مواطنه، بغينا المؤسسات كاملين يكونوا مؤسسات مواطنه ويضامنوا في الظرف بحال فوالا. شكون ابيل لا غوفيرنونس
وتشرك الاباء، راه العلاقه بينه وبين الاباء راه منقطعه، راه يمكن انت لو كونتاكت هنا الخلاص. وعندي واحد السؤال، ما عرفتش واش من حق نطرحه او لا، واش هو قانوني او لا، بالنسبه للاسيرونس اللي كيخلصوها الاباء والاولياء ديال التلاميذ، هاد الناس كيخلصوا شحال كتخلصوا؟ 900 درهم. كاين الناس اللي كيخلصوا 10000 درهم في ديسكريبسيون، كاين الناس اللي كيخلصوا 4500 درهم، 6500 درهم، وما كياخذوش لاسيرونس ديال الابناء ديالهم، ما كيعرفوش حتى شكون هو المؤمن ديالهم، ما عارفين حتى شي حاجه. واش هذا الشيء قانوني او لا؟ انا ما غاديش نقدر نقول قانوني او لا، ماشي رجل قانون، ولكن هو سؤال كيطرحوه الناس وكنطرحوه حتى انا. واش الناس عندهم الحق انهم ملي يخلصوا لاسيرونس ديال الابناء ديالهم يسلموا الورقه بالاسم ديال الاباء والاولياء ديالهم، حيت هما اللي خلصوا وهما المعنيين بالامر، هما الاباء ديال دوك التلاميذ، واش هما اللي خاصهم ياخذوا لاسيرونس بالاسم ديالهم او المؤسسه؟ واش من حقهم انهم يعرفوا لاسيرونس اللي تابعه اللي كتخلص المؤسسه الاسم ديالها، وشحال من واحد مؤثر في ديك المؤسسه ديال التلاميذ او لا؟ هذا سؤال اللي عنده الجواب يقدر يكتبه باش الناس تستافد. بالنسبه هالظرفيه، ظرفيه ديال التضامن ماشي اجباري باش يخلصوا الناس، الدوله راه تساعدت مع المواطنين، ابناك وتساعدوا مع المواطنين، يعني ما يمكنش غادي تخلص وانت ما خدامش، يلاه مكافي مع الوقت، كيفاش غادي تخلص واحد الخدمه وهي متوقفه على الاقل 50% معقوله؟ الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث المباشر من الحي المحمدي الحزام الكبير، قرب لكم من الصوره، يعني قريت بزاف ديال التعليقات ديال الناس اللي تما عندهم نفس المشكل، حاولوا الافاده تكون في 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 التعليقات، واحد يفيد الاخر، الا كان رجل قانون او كيف ما كانت المعلومه مفيده كاملين نستافدوا منها. كنشكركم والى اللقاء.